طالبات واهاليهم بمدرسه الامل بمنطقه حي اور. طبعا هذه المدرسه العام السابق تعرضت للغرق والفيضان وبقت على هذا الوضع، والطالبات انتقلوا لغير مدرسه حتى يكملون دوامهم. طبعا المشكله هنا هسه انه وزاره التربيه قررت انه الطالبات يرجعون يداومون بنفس المدرسه. طبعا الاهالي هنا رافضين هاي الفكره، لان المدرسه تفتقر للخدمات، ويعني مدرسه خليكم ويانا حتى نشوف الاهالي ونشوف الوضع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الوقفه شنو سويتوها؟ شنو هي مطالبكم؟ شنو هي المشكله اساسا؟ هاي الوقفه بالنسبه لنا احنا كاولياء امور نطالب بارجاعهم للمدرسه هناك، لان هاي المدرسه ما بيها خدمات. ايش بيها المدرسه؟ شنو صار بيها المدرسه؟ اولا هاي تشوفين خدمات ما بيها شيء، لا اولا كهرباء ماكو، يعني هاي المدرسه جدا وضعها تعبان زين. هسه من الناحيه الصحيه شيلها عرضت للفيضان العام السابق. نعم فيضان فضل. فيضان غرقت وصانت بطلاب هواي، يعني شنو هالحل؟ يعني هم اللي قادوش المدرسه طاحوا بها ورجعوها، بعدين قعدت المدرسه ما داومت بعدهم، فطلعوا قعدوا بالبيت وبقت على الفيضان. الفيضانات ما حد سواها، بقت السنه كامله، السنه حالها ما سوى حل. الطلاب سقطوها كلها وبعدين حولوها هذيك المدرسه. من حولوها طلاب كادر زين ونجحت المدرسه هناك، شو هالسنه رجعوها هنا؟ رجعوها طلاب شنو ذنب يعني؟ يعني مدرسه تعبانه، مدرسه كل شيء بيها. بس كيف تعبانه؟ من شنو انت الوضع؟ من المطر، يا تمطر الدنيا والدنيا، الطلاب هاي تحملها مسؤوليه. طالبات هناك شنو المسؤوليه؟ الحين بخمس دقائق. اولا السلام عليكم. المدرسه هاي تعبانه، قبل غرقت ووقعنا تواقيع تقريبا 700 توقيع بحيث رجعناها الحيور. ذيك مدرسة مرتبة، قاطن، نظيفة، بها خدمات، هاي ما بها خدمات، تلفانة، 1600 طالبة، تعالي انت وزعي اياهم على الصفوف، كل صف يشيل 70 طالبة وما يتحمل، ومزبلة التاريخ هاي المدرسة. احنا عندنا 10 طالبات هنا يردون يرجعون المدرسة لخاطر 10 طالبات. احنا الأهالي عندنا توقيع وافق البرلمانيين التابعين لمنطقتنا، وافقوا على نقلها. أي مقام مال بغداد سيد ابو الفحامه وافق ننقلها، بعد ليش ترجعونها مدرسه تلفانه وتعبان؟ ما نعرف شنو السبب. وهاي بها ابتدائيه الصبح، شو يقول خلي دائما بالسبوع يومين نقسم القسمين الطالبات. الدوام مزدوج يصير؟ اي الدوام يردونه مو كامل، بالسبوع يومين يردون يومين بالسبوع، يومين صف اول وثاني وثالث يقسمونهم قسمين، يعني تداوم السبت الاحد والاثنين، وذيك تداوم الخميس والاربعاء. شبين يفتهم الطالب؟ ما يفتهم اي حاجه، اي حاجه ما يصير. المحل الكرفونات هني تلن كهرباء، المدرسه الصفوف كرفانات وتنتل بالشتاء، وبالشتاء ماكو تغرق توصل لحد الركبه، وكهرباء تسبب خطوره للطالبات ايضا. يعني هي لو ظلت هناك بحيور افضل، هنا مو زين، خدمات هنا ماكو، رحلات ماكو، ها بالشتاء من تمطر الدنيا. انتم خايفين على بناتكم من الكهرباء؟ طبعا نخاف على بناتنا، علما لما نخاف على بناتنا. بس من هذا الموضوع من الكهرباء؟ من الكهرباء، من الكرفونات، المجاري. حتى من الخطف نخاف عليه. 1600 طالبه، التكاتك هنا، الوضعيه تعبانه هنا، ذاك شارع عام، علي حكومه، علي رقابه، علي كاميرات، هاي وضعيه تعبانه هنا. بالنسبه لمتوسطه الامل النقلت بكتاب رسمي، ليش؟ تفتقر الاضعف والاقل الخدمات. نشوف واضح. ها بقت هناك سنه سنتين، هسه رجعت بناء على طلب المديره المدرسه حي اور. لا يوجد كتاب رسمي، لا يوجد اي توجيه من المديريه التربيه الرصافه الاولى. زين بناء على رغبه المديره انه ترجع هاي هنا، المديره اللي مديره المدرسه اللي بحي اور. زين ليش يعني؟ غير المفروض تنقل هسه اذا كلش كتاب رسمي، حتى يكون مثلا هاي انه ليش النقله؟ رافضين تنقل هنا، ينقلون بناتكم يرجعون لهذا. اغلب الاعم الاغلب من العوائل سبع قصور، عوائل الطلبه يطالبون بارجاع هاي المدرسه متوسطه الامل الى حي اور. المدرسه تعرضوا طالبات يعني سقاط كهرباء؟ اشكال كهرباء بيها، بس تمطر المدرسه كلها كهرباء، كل المدرسه
كهرباء مو بس احنا، حتى الابتدائية. المدرسة صحيح قريبة علينا بس احنا نريد بنيان. هسه سوينا طين، سوينا طين على ود ما تنتن. مدرسة تشينكو ما يصير يا ابن، مدرسة تشينكو وين نروح؟ طالبات بناتنا عرايس كبار، خلينها تطب الفرح من نار كله طين من الطول الطول. وبالخط اليوم عافنا، وبالخط اليوم عافنا. يعني ذيك المدرسة بيها دوام واحد، حطونا مهلة بين ما يبنون هاي المدرسة. هاي الطالبات بنات عشاير وطريقهن مو معبد والجو ممطر وخدمات ماكو. هنا اليوم المرأة إلى حشمتها وإلى كرامتها، عشاير عشيرتها أبوها من تجي طالبة كبيرة وتوقع هنا بالطين مو هاي سميها فضيحة. فما يصير احنا نقول الدولة مقصرة مقصرة مقصرة. مع العلم مع العلم العراق وطن الجميع، لا وطن لا ملك الوزير ولا ملك رئيس الوزراء، ملك كل الشعب. وكل الشعب بنقل المدرسة وكل الشعب إلى حقوق. أما ذيك المدرسة مو ملكهم، مؤقت يكملون دوامهم. وهاي المدرسة يصدر بها أمر تنبني بنيان مع العلم تخصيصات الجد تخصصات ما حد عمل بيها. البارحة بنية منتولة هنا، البارحة منتولة بنية بالقرآن الشدة هذا الفات بنية منتولة وميتة. يعني هذا الوضع كل يوم فدوى لقلبك، فدوى لقلبك. ماكو خدمات بها هاي زين. مطالبنا نريد نرجع بناتنا هناك يوم، ما نخليهم هنا، هناك نرجعهم. اي هناك نرجعهم. انا يعني انا بنيتي شنو ذنبها؟ من يسمع صوتنا ماما؟ من يسمعنا؟ من يدير لنا؟ ملاحظه يعني هنا هسه اجانا الشتاء راح تمطر الدنيا، تمطر الدنيا بعد يصير ممنوع واحد يجي لهنا. هسه احنا اهل المنطقه، ها شارع ابو علي منفوت به، ليش؟ كله نقر كله طين، يعني منين تفوت الناس؟ احنا طريق كلش تعب. لا والله هسه انتوا اجيتوا وشفتوا بحالكم، يعني هاي وضعيه مال طالب، يعني حتى الكادر مال المدرسه ما يجي لهنا. اول اسبوع قضيناه عطر، لحد ما نقلونا لحد الان بس عطر، كل شيء ما مفتهمين. يعني نجي من كتب ماكو، نطالب بالكتب تعتبر ثلاث ما نطبله، ما نقدر، حاره. نط دروس بدون كتب، والله نقع التليفون، والله ما نفتح. منطقكم كتب؟ والله لحد الان ماكو كتب، كل شيء ماكو كتب لحد الان ماكو، ولحد الدوام لحد الان كل شيء ما مفتهمين، وحتى رسبنا من ورا لان ماكو كتب، نفتهم ماكو مدرسه ماكو مدرسات ماكو.